بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner certains conseils qui vous aideront le jour de la composition ou du devoir. Alors, حنمديلكم نصائح بعض النصائح حاولت نجمعها ونلخصها راح تساعدكم بالبزاف نهار اللي تكون عندكم يكون عندكم فرض أو اختبار في اللغة الفرنسية أو en général في لي لونغ عرب فرنسي انجلي اسبانيول سورتو يعني كي يكون عندكم ان تكست سويفي دو كيسيون يعني نص ومن بعد نطرحوا أسئلة على النص هذا. Alors, c'est parti. La première des choses, prier. La prière, ad-du'a. حنا نعرفوا يعني حنا ناخذوا بالسبب الاخذ بالاسباب لكن التوفيق في الاول وفي الاخير من الله عز وجل. الانسان يراجع يجتهد يدير مجهوده وما ينساش الدعاء باش ربي سبحانه يوفقه ويسخر له المعلومات والمراجعات والاجتهاد هذاك باش تكون في مكانها وما يتخيبش يعني. أدعية رائعة راني حاطتهم في القناة يعني لما نجو نبدأ المراجعة بعد الانتهاء من المراجعة عند الدخول للمركز الامتحان وأيضا لما راح نبدأ الإجابة وثانيك لما ننسى يعني حاجة كنت حافظها ولا كنت قاريها أو لما نكمل الإجابة نصائح في القمة عفوا أدعية في القمة شوفوها واعتمدوها. نروحو لا دوزيام دي شوز الحاجة الثانية لير لو سيبور او بيان لو تكست 3 فوا او موا او مينيموم يعني نقرا النص نتاعي على الاقل 3 فوا ثلاث مرات. سا فو سامبل ان بو بيزار ولا بالك يعني تعتبروها كوم اون بيرت دو طون مي نو او كونترير يعني لما تقرا لو تكست نتاعك 3 فوا راح تربح الوقت وبالبزاف. كيفاش دوك لا بروميير فوا انايا جو ديكوفر لو تيكست نقراه لاول مره نكتشفه نعرف ا بو بري على واش راهو يتكلم. لا دوزيام ليكتور نبدا كيما نقولوا نبدا نرفد نبدا نلقط هكذا. لا تروزيام ليكتور صاي كل حاجه على بالي لو تيكست واش فيه ميم ولا ما عرفت اكزاكتومون يعني سورتو الا كان ان تكست لون نص طويل مي كي نلقى اون كيسيون لا كاش حاجه نعرف بلاصتها في لو تكست وين راهي جوري با بيزوان باش نعاود نقرا لو تكست كامل. هذا من جهه. من جهه ثانيه انا روماركيت بزاف تلاميذ لما نمدو لهم لو سوجي يروح ديريكتومون لي كيسيون سي فو خطا فادح. لما تقرا لي كيسيون يعني شوفوا بيتيتر لا بروميير كيسيون تجاوب عليها بلا ما تقرا لو تيكست مي تكون عندك لا دوزيام لا تروزيام لا كاتريام كيسيون كلها لازم تكون فاهم النص باش تقدر تجاوب عليها. هنا كيفاش راهو رايح يصرالك في كل سؤال لازم تعاود تقرا النص كامل باش تلقى الاجابه نتاعو. ندو اتيتر دي اكزومبل غير في لي فراز فري او بيان فو باغ اكزومبل عندك 3 ولا 4 فراز في كل جملة لازم تعاود تقرا كامل لو تيكست باش تعرفها اسكو لا فراز هذيك الي فري او بيان الي فوس. شوف شحال تضيعوا الوقت مي كي تقرا لو تيكست 3 فوا وتفهمو كي توصل لي فراز هذوك ديريكتومون تعرف اسكو لا فراز الي فري او بيان الي فوس. اذا تفهمنا لما تقرا لو تيكست نتاعك 3 فوا راح تربح الوقت بالبزاف. 3 باسيو كيسيون ساي اون ا فيني لا ليكتور دوكا نروحو لي كيسيون نقرا لي كيسيون تاوعي لا بروميير لا دوزيام لا تروزيام ونكمل كامل لي كيسيون. 4 كومونسي اون ريبوندون بار لا كيسيون لا بلو فاسيل. انا ساي جي تيرميني لا ليكتور دي كيسيون قريت لي كيسيون كامل دوك كاين اللي غير قريت لا كيسيون سيعرف لا ريبونس دونك هذوك نبدا بهم نبدا بالسؤال الاسهل اللي نعتبره اللي يجيني انايا هو السهل. 5 donnez la réponse dans une phrase تعلموا وحاولوا دائما تمدوا الاجابه نتاعكم في جمله
Par exemple, 1. Choisis la bonne réponse. Ce texte est explicatif, narratif ou bien descriptif. Comment tu vas faire? Alors, tu écris réponse, compréhension de l'écrit. 1. Je choisis la bonne réponse. Ce texte est de type narratif, par exemple, et je mets un point. Alors, je donne la réponse dans une phrase. 6. Numéroter les réponses. Nous avons dit que commencer par la question la plus facile. Vous comptez, par exemple, dites la troisième question. Ce n'est pas faux, on ne va pas te sanctionner ou te punir. Juste, tu écris réponse 4 ou tu écris la réponse interne. Fakat rakim. رقم الإجابات كل وحدة ديروا لها الإجابة نتاعها عفوا الرقم نتاعها كل إجابة ديروا لها الرقم نتاعها 7 bien organiser la copie alors تنظيم الورقة شيء مهم جدا مرات تسرى احنا انا سورتو جو vous prépare pour les examens BEM bac ou même 5e année primaire لما تكونوا في القسم يعني في العام الدراسي راح تكون عندكم لا شانس ولا لوكازيون باش ديروا كونسلطاسيون دو كوبي يعني تشوفوا الورقه نتاعكم ديروا لا كوريكسيون وتشوفوا الورقه نتاعكم لكن في ليزيكزامان كيما في امتحان شهاده التعليم المتوسط ولا شهاده البكالوريا ماكش راح تشوف لا كوبي تاعك ودائما مره تلقى في لا ميم ليني هنايا لا ريبونس تاع لا كيسيون هذه ولا كيسيون اللي موراها تخلطوا لي ريبونس فيما بعضاتهم سورتو كي يكونوا التشطيب ولا كي تزيد اجابه مع تالي دونك نظم الورقه نتاعك راهي عندك اون دوبل فوي وبسلامتها طويله وعريضه تخطى السطر بين الاجابه والاجابه سورتو الا ما كانش السوجي نتاعك طويل حتى ولو كملت لك لا دوبل فوي زيد انتركالير في الوسط زيد ورقه في الوسط ونظم الورقه نتاعك والاجابه فقط 8 Évitez de changer à chaque fois la réponse. Qrit le texte نتاعك, جاوبت الأسئلة, كملت كامل, surtout إلا كنت نقات على لا دوبل في, كاين بزاف مرات وين تصرى تولي تقرا في لي ريبونس نتاعك وما عاد واش دير, هذا لا ريبونس هكذا, لا لا ما نديرهاش هذه, جي في شانجي دو ريبونس, اكزومبل جي شوازي لا بروبوزيسيون بي, لا لا ندير ا, وما عاد لا لا نعاود نديرها بي, نمحيها نعاود ندير سي. كي تشوفوا روحكم باللي بديتوا في لا ميم ريبونس تمحي وتعاود تمحي وتعاود ما تروح لا كيسيون ولا لا ريبونس الاخرى تمحي لا ريبونس وتعاودها هنايا غير حط ورقتك وخرج من لا سال باسكو راك رايح تهردها كاع جينيرالمون جو دي بيان جينيرالمون لا بروميير ريبونس هي اللي تكون كوريكت جينيرالمون مرات كي تنسى ولا تهفك لا كيسيون ولا يعني اون راتراب استدركت لا لا هنا كنت غلط نصححها كي يكون في سؤال واحد مثلا مي كي تشوف روحك بديت كامل رحت لي ريبونس من الوحده لوحده تمحي وتعاود هنايا غير حبس وحط الورقه نتاعك وخرج 9 ريفيزي لا كوبي افون دو لا ريميتر دائما دائما لما تكملوا الاجابه نتاعكم تنقلوا لي ريبونس في لا دوبل فوي في البروبر دائما راجعوا الورقة راجعوها على الأقل مرة ولا زوج راجعوها وقارنوها مع السوجي اسكو نسيت اون كيسيون ولا نسيت اون بارتي مرات نلقاو اون كيسيون ولا اون كونسين فيها دو طاش يعني سؤال ولا واحد تعليمة واحدة فيها عملين نديرهم اكزامبل غولاف اي كونجوغ فيها زوج وانت درت غير لا بروميير شفتها ou la deuxième cita. Donc, Damon, aqra les réponses ou comparez-hum ma les questions fi sujet. 10. Faire attention au temps. Ma tensaouch rouhtikoum ma le waqt. Fi hadi fi kamel el mawad. Rak takhdem marra ala marra saqsi ala el waqt. Hakda bach ma tensaouch rouhok ou ma yfoutekch el waqt. Ou mba'da touli fi hasla. Balak ma yakfikch el waqt bach tel kopiye fi el prop. Ou la bach tkemmel les réponses ntaouak ou ta'achi fi hasla.
Alors, faire attention au temps. Il va quand même comme ça, biha wa ni'ma. Ma kanch, demander au professeur surveillant. Sarsul Ustad al-Haris, il dit comme le temps. Qui m'a fait les examens BEM ou BAC, il connaît le temps quand même sur le tableau. Mais, il y a un, les autres compositions, d'ailleurs, ma tenseu sur le temps. شحال راهي الساعة شحال بقى لنا الوقت شحال جاز الوقت اكسيتيرا هذو هما لي كونساي ان شاء الله يكونوا جاو في الوقت المناسب ان شاء الله تاخذوهم بعين الاعتبار وتعتمدوهم وتخدموا بهم ربي يوفقكم ان شاء الله ويفرحكم وتنالوا احسن العلامات وارقى المراتب شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته